هاي انا ماجي بهاء دفعه 2014 صيدله عين شمس. بالتوفيق ربنا اخدت ال FPGEE اكزام بتاع اكتوبر اللي فات والحمد لله فزت وبسكور حلو. حابه اوجه شكر للدكتور تامر الحبيبي على السبورت اللي هو ادهولنا وعلى الكورس الجميل البسيط اللي خلانا نحب المذاكره. خطوة ال FPGEE ما كانتش سهلة لان انا اصلا مش بحب المذاكرة, بس بجد لما خدت الكورس فعلا يعني حسيت قد ايه انه طريقة الشرح بسيطة وجميلة. الماتيريالز نفسها اللي هو مديهولنا والاسئلة والكويستشن بانك كل ده فعلا ساعدنا, وقد ايه فعلا اي اسئلة كنا بنسألها كان بيجاوب علينا وما كانش الدكتور بيتردد ان هو فعلا يجاوب على كل اسئلتنا كتير. بصراحة انا شخصيا ازعجت وكنت ببعت له اسئلة, ممكن اسئلة حتى بره المنهج, بس هو فعلا كان يعني فعلا كان بيجاوب الأسئلة وكان بيدينا دايما سبورت وكده. بجد شكرا. حابة أوجه للناس اللي هي عايزة تاخد الخطوة دي, ما تترددوش يا جماعة. بجد أنا كنت ابتدائية حاسة أن أنا مفيش أي معلومات, وأنه فعلا كان بالنسبة لي يعني زيرو معلومات. كنت حاسة اللي هو إيه الكلام ده, أنا حاسة أن كاني أول مرة بسمعه عشان كان بقالي فترة متخرجة وما ذاكرتش. بس فعلا الكورس بيعدكم وبيخليكم تبقوا داخلين الامتحان فعلا كل المعلومات عندكم, كل حاجه متركبه, ومهما حسيتوا ان انتوا مش هتقدروا تذاكروا كل ده لا هتقدروا. دكتور بيخلينا نراجع المنهج ونذاكره فوق السبع مرات, ففعلا انتوا بتبقوا داخلين الامتحان فعلا كل حاجه في دماغكم. بالتوفيق وبجد شكرا جدا.